اسمه غرفة الأخبار، ومكملين أكيد بآخر صيحات سلمى التجميل والموضة يلي نحن يمكن منخاف أحيانا يكون إلى أثار سلبية على جسمنا. أكيد فرح، ورح نحكي عن العين، العين اللي هي الشخص بيخاف كتير من أي شيء ممكن يصير فيها، فكيف إذا كان الموضوع عم نحكي عن عمليات تجميل للعين اللي هي تغيير لون عدسة العين من خلال زرع عدسة بلون دائم، وهي العمليات اللي انتشرت بالفترة الأخيرة ممكن يكون لها إيجابيات ولكن أيضا ظهر لها سلبيات، شو هي الآثار الجانبية وهل بنقدر نعمل هذا النوع من العمليات أم هو خطير؟ كل هاي التفاصيل رح نحكي عنها باستفاضة مع ضيفنا لليوم الدكتور طبعا باسل اللي هو خبير بهذا الموضوع. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح النور، يعطيكم عافية. يسعد صباحك دكتور. عملية تغيير لون العيون يمكن صرنا نسمعها بالفترة الأخيرة بشكل كتير كبير، خلينا نعرف هل هي منتشرة اليوم ببلدنا؟ شو وضعها؟ وشو أكثر يمكن من 10 أو 20 سنة، بس ما كان الهدف منها هو تغيير لون العين أبدا، هي كان بعض الحالات المرضية الخلقية يلي بنسميها غياب قزحية العين. طبعا قزحية العين هي جزء الملون من العين اللي بيعطينا لون العين، وهي القزحية هي بتعمل إلى عدة وظائف، هي نسيج وعائي عصبي صباغي. بمنتصف القزحية في فتحة اسمها الحدقة يلي بتتوسع بالإضاءة الخافتة وبالليل وبتضيق بالإضاءة القوية بالنهار، فهي إلى وظيفة القزحية بالتالي للتأقلم ما بين الضوء القوي والضوء الخافت، ما بين ضوء الليل وضوء النهار. فالقزحية إذن هي مو بس بتعطي لون العين إلى هي الوظيفة، غير على أنه القزحية بجزر القزحية منطقة ارتكاز القزحية هو منطقة بنسميها الجويئز أو زاوية العين اللي من خلالها بيتصرف الخلط المائي، وبالتالي هذا الجويئز مسؤول عن ضبط ضغط العين وأي أذية فيه ممكن يسبب لنا ارتفاع بضغط العين. مثل ما قلت سابقا أو قديما لعلاج حالات الأنيريديا يلي هي غياب القزحية الخلقي تم تصنيع شيء بنسميه الديافرام أو الآيرس ديافرام أو الغشاء القزحي الصنعي لتعويض هذا الغشاء اللي غائب خلقيا عن بعض الأشخاص. فكان هو الهدف هو طبي حقيقة لمعالجة هؤلاء الأشخاص. لاحقا تم استغلال هذا الموضوع بأنه خلينا نحط هذا الغشاء الملون عند أشخاص طبيعيين لحتى نغير لون العين. جرب هذا الموضوع وأدى إلى نتائج كارثية بكل ما تعنيه كلمة كارثية من معنى. كيف؟ كان يوضع غشاء ملون قدام القزحية الطبيعية لحتى تعطينا هذا اللون الدائم للعين، لون أزرق لون أخضر حسب الشخص ورغبته، لكن هذا الغشاء كان يعمل رد على قزحية العين ويسبب تلف بالقزحية ويسبب تلف بزاوية العين وأيضا تلف بقرنية العين، لأنه هذا الغشاء اللي عم نحطه الصنعي كان عم يعمل ارتكاس مع الأنسجة الطبيعية. هذا الارتكاس كان عم يسبب حالة التهابية مزمنة بنسميها التهاب قزحية مزمن أو يوفيايتس. هذا اليوفيايتس كان عم بسبب تخرب بزاوية العين يعني بالجويئز، كان عم بسبب ارتفاع بضغط العين، كانت خلايا الاندوتيليوم تبع القرنية تتضرر وبالتالي يصير في عنا انكسار معوضة قرنية ودخول بوزمة قرنية. وهون الأذية ما أنا أذية بسيطة، يعني لما يرتفع ضغط العين ويصير عنا جلوكوما هذا حيأثر على عصب العين ويتلف العصب بشكل غير عكوس. فظهرت نتائج سيئة جدا 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 بسبب هذا الموضوع، وطلعت كثير يعني تقارير وتوصيات من منظمات عالمية و يعني نقابات الأطباء انه هاي العملية خطيرة يجب ألا تجرى بهدف تغيير لون العين ابدا. وللأسف يعني انعمل عملية او عمليتين عنا بسوريا هون، هذا الحكي من اكثر من 10 سنين او 12 سنة، وأدوا ل انه السيدة اللي عملت العملية فقدت الرؤية للأسف. اوكي الموضوع بعدين غاب حقيقة ورجع مرة ثانية بأسلوب آخر.
الأسلوب الآخر يلي ظهرت فيه حديثا ببعض الدول المجاورة لنا أنه نحن هنعمل تغيير لون العين لكن بدون ما نحط غشاء على قزحية العين، إنما هنحط هذا الغشاء ضمن قرنية العين، وبالتالي نحن هالمشاكل اللي كانت تحصل قبل حنتجاوزها ونلون العين بشكل دائم بدون ما. طب هذا الإجراء آمن كان؟ أيضا غير آمن. يعني أنت أول بتقديمك قلتينا حنحكي عن إيجابيات الموضوع وسلبياته، أنا لحد هلأ ما رح أذكر ولا إيجابية، ويمكن ما تسمعوا مني ولا إيجابية للموضوع. قد تكون الإيجابية الوحيدة للموضوع هي المنفعة المادية لبعض الأطباء اللي بدهم يشتغلوا هاي العمليات، أو يمكن مثل ما قلت للي عنده حالة علاجية فقط، هاي حالات نادرة يمكن بيطلع عيونهم بيض بيخلقوا لون عيونهم أبيض شوي، هدول اللي ما بيطلع ما لهم لون، شوف العين كلها سودة ما فيها أي لون، وبتكون بالفحص مبين، بكون عندهم مشاكل تانية، بكون عندهم رقرقة بس لهم اهتزاز بالعين، هدول فقط اللي ممكن نعمل لهم هاي العملية بحالات خاصة. أوكي، أما بهدف تلوين العين ما رح نلاقي إيجابيات للموضوع لحد هلا. التقنية الجديدة اللي عم يحكوا عنها حاليا انه هن عم يزرعوا هذا الديافرام ضمن قرنية العين، بيعملوا تنل بقرنية العين بالفيمتو ليزر، وبعدين بيدككوا او بيدخلوا هذا الديافرام ضمن هالتنل لحتى يتغير لون العين. وعم بيقول صاحب الفكرة انه انا هيك بعمل عملية سليمة وآمنة. ابدا ما انا سليمة وآمنة، تم تجربتها لانه القرنية هي ايضا عضو مسؤول عن الرؤية، هي السطح الامامي الشفاف من العين يلي له انكسار معين بيعطينا وضوح بالرؤية. فنحن لما منعرض هاي القرنية هاي لهذا التداخل الليزري لندخل هذا الديافرام ضمن قرنية العين، منكون عم نرد القرنية، عم نضعف البيوميكانيكس تبع القرنية، منعرضها للالتهابات، منعرضها لشيء اسمه الاندخال الابتليالي ضمن القرنية، وهي كلها مشاكل خطيرة ما سهلة. فلذلك الهدف من الموضوع هو توعية الأخوة اللي عم يسمعونا كلياتهم انه هاي العمليات وان صار في حديث عنها وانها بانماط متعدده وتجرى وبامان، لكن فعلا لحد هلا نحن كاطباء عينيه منحذر منها تحذير شديد، انه ما في داعي الانسان يغامر بعينه بهدف تلوين العين. يعني اذا شخص كثير حابب انه يغير لون عينه، من كل ولا بد ممكن يحط على تسهيل اسقام ملونه، هي شغلتها قد تكون ابسط، انه تنشال بتنحط، ممكن أسوأ ما يمكن تعمل التهاب بقرنية العين نعالجه ونسيطر عليه. أما العمليات يلي تحت مسمى تغيير دائم للون العين لازمنا نحن نحذر منها كأطباء. جمعيات كتير وزارات منعت ممارسة هذا النوع من العمليات في بلدانا، ونحن أيضا لازم ننشر ثقافة الوعي أنه هاي العين عضو نبيل، العبث فيها بهدف التلوين لازال عملية غير آمنة ضارة للعين وقد تكون سبب لفقدان الرؤية. وأنا إذا بنحدد كنسبة نجاح تقريبية لمثل هي العمليات دكتور، قديش ممكن تحط لها نسبة نجاح؟ أنا ما رح أعطي أي نسبة نجاح لهي العملية ولو 1% بصراحة. لأنه أنا لازلت غير مؤمن أنه هي العملية ضرورية أو ممكن نعملها. قد تكون بعض الإجراءات الثانية بأعضاء غير وظيفية، يعني ممكن نجرب ونقول 10 أو 20 أو 30 أو 40، لكن أنا لما عضو أنا بدي بس لحتى غير المنظر تبعه قد أعرضه لخطر فقدان وظيفته، هون في مجازفة كارثة. هون في مجازفة، يعني ما بصير نحن نحكي عن هذا الموضوع طالما لازلنا غير دارسين لهذا الموضوع. غريب قبول الأطباء بإجراء هي العمليات دكتور، يعني لما بنعرف نحن أنه في نسبة لو 1% أنه الشخص يفقد بصره بشكل كامل لازم نمتنع أو حتى نبه المريضة نعطيها كل النتائج السلبية اللي ممكن تصير معها لاحقا، بس الغريب أنه عم تنعمل هي العمليات. للأسف الشديد أنه بعض الأطباء عم يجروا هي العمليات هم ليسوا أطباء عيون، إنما هن الأطباء بيشتغلوا بالتجميل. أوكي، فطبيب تجميل كل شيء بيتجمل معه بده يتدخل فيه، بيجمل أنف، بيجمل وجه، بيجمل أجفان، فبروح كمان بده يجمل لون العيون أو يغير لون العيون. أطباء العينية ما بظن إنه في طبيب عينية حيقول أنا مع هاي العمليات، لأنه طبيب العينية الحقيقي بيعرف شو هي النتائج اللي ممكن تترتب على هذا النوع من العمليات. فيعني ما بتصور طبيب عينية عنده أي حس من المسؤولية ممكن يشجع أو يوافق على إجراء هذا النوع من العمليات. صحيح، بس يمكن نحن عم نشوف انتشار هاي العمليات خارج سوريا أكثر، يعني حتى الحالات اللي شفناها عملت من فترة
كلها كانت بدول أخرى أو بدول مجاورة، يمكن لهلأ هذا الموضوع لسه ما انتشر بين المراكز عنا أو حتى بين الأطباء بسوريا. هذا يمكن شيء إيجابي الحمد طبعا. لله أنه ما هو موجود. خلينا نحكي قديه ممكن، هل في إمكانية لتصليح هذا الخطأ الفادح إذا تم؟ يعني هل في عمليات بتصلح هاي العمليات أم هو خلص ممكن يكون فقد بصره أو صار عنده مشاكل مزمنة مثل ما قلت للنهاية؟ هلا حقيقة بالعمليات اللي قديما كانوا يعملوها اللي كانت زرع غشاء على قزحية العين كانت نتائج كتير سيئة جدا جدا جدا، لأنه كانت سلسلة من الاختلاطات المتتالية، تبلش بالتهاب قزحية، بعدين بتصير في عنا اعتلال بالقرنية، بعدين ارتفاع الضغط العين، ويدخل المريض يعني سلسلة من الاختلاطات اللي السيطرة عليها بيكون صعب، وانقاذ ما تبقى من الرؤية بيكون يعني كتير مهمة صعبة على الأطباء. بتعرض المريض لسلسلة من العمليات الجراحية للمحافظة على ما تبقى من الرؤية. يمكن النمط الثاني من هاي العمليات اللي هو عم يجروها على قرنية العين يكون في مجال أكثر للسيطرة عليها، لأنه المشاكل بتكون على مستوى قرنية العين، يعني ما عم نوصل لداخل العين على القزحية الحقيقية الطبيعية، عم بتكون المشاكل على مستوى قرنية العين. يعني إذا صارت المشاكل مبكرا وسيطر والدكتور انتبه لها وأمكن سحب هذا الديافرام، ممكن نسيطر على هاي الاختلاطات إذا كانت بسيطة، لكن إذا كانت شديدة قد نضطر أنه لإجراء أيضا عمل جراحي لإعادة القرنية لوظيفتها الطبيعية، وإن شاء الله ما حدا بيتعرض لهذا الموضوع. مثل ما قلتي حضرتك العمليات لهلأ الحمد لله بسوريا ما أنا موجودة، ونحن من خلال برنامجنا نحاول نتوجه للإخوة المستمعين من باب استباق أي حدا ممكن يروج لهي العمليات أو يعمل لها دعاية، لأنه نحن يعني صحة الإنسان وصحة عينه بتضل هي الغاية الأسمى لكل الكادر الطبي اللي بيمارس يعني طب العيون بشكل رئيسي بما يتعلق هذا الموضوع. فبنتمنى أنه أبدا ما حدا يتعرض لهي العملية، نتمنى أنه الناس تسأل أكثر وتستفسر أكثر قبل ما تغامر بإجراء هذا النوع من العمليات. طبعا إذا بنرجع شوي دكتور للناحية العلاجية اللي حكيت عنها حضرتك، في حال خلق الطفل بالعيون يمكن يلي مثل ما قلنا كلياتها سودا، نحن بنقدر نصحح هذا الشيء، نرجع البصر شكل العين بناحية جمالية يمكن مثل الأشخاص الطبيعيين، أو ما مدى كمان نسبة نجاحها بالناحية العلاجية؟ هدول المرضى اللي عندهم هاي المتلازمة اللي اسمها غياب القزحية الأنيريديا، هن عادة بتكون مجموعة من الاضطرابات أيضا، للأسف بيكونوا أيضا عندهم إصابات على مستوى اللدغة الصفراء والعصب البصري، ما بتكون الرؤية عندهم طبيعية 100%. نحن من خلال أي إجراء تصحيحي بنعمل لهم إياه بنحاول يعني نحسن لهم نوعية الحياة والقدرة البصرية قدر الإمكان. هلا هدول المرضى إذا كان مترافق عندهم غياب القزحية مع حالة بنسميها الكتراكت أو الساد الولادي، ممكن نعمل لهم عمليات جراحية بأنه نسحب لهم هالكتراكت ونزرع لهم عدسة، العدسة نفسها اللي بنزرعها بيكون فيها منها جزء ملون بيعوض القزحية الغائبة. فهي النوعية من العدسات موجودة مرخصة طبيا، بس مثل ما قلنا لهي الحالات الخاصة بتعوض لهم نوعا ما عن شيء اسمه غياب القزحية، بتخفف انزعاجهم من الضوء وممكن تحسن لهم رؤية نوعا ما. فهي تقريبا أكثر عمليات ممكن نجريها لهؤلاء المرضى وتعطيهم نتائج نوعا ما، بس طبعا هدول كمان بدهم مراقبة، لأنهم أيضا هدول المرضى معرضين لارتفاع بضغط العين، فبدهم دائما يضلوا عم بيراقبوا ويتابعوا عند أطبائهم لحتى ما يدخلوا بأي اختلاطات، ولا سمح الله إذا ظهرت نتداخل باكرا لحتى ما تتطور. أكيد. بالختام بدنا نشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها، وأكيد نتمنى الصحة والسلامة والناس ما تخاطر بصحة عيونها مقابل أي شيء تاني. أكيد هي هي الرسالة الأساسية من الموضوع. أكيد خاصة الصبايا ياسر، من قبل فترة أنا قريت كمان بوست على الفيسبوك يقول إنه الصبايا عم يسألوا عن تغيير لون العيون، وإجت الإجابات مشكلة ونصحوا بألف اسم دكتور سلمى مع غياب مخاطر هي العملية، فيا ريت نكون واعيين قدر الإمكان، ومثل ما تفضل قال الدكتور ما نغامر أبدا بهذا الموضوع، لأن الملونة كتير حلوة سلمى صحيح، بس ما بتولد معك. في عدسات ممكن الواحد يستخدمها بمناسبة معينة بس ما يأذي نفسه ويخسر عيونه.